ابشر الله ابشر الله مني ابشر الله اليوم ده اسمعوا 1000 مره لو مات عثمان في 1000 عثمان ولو فاز سفيان الجبان 1500 سفيان في الجيش جبان مبروك والله مصير يموت ما بيشبهنا سفيان ما بيشبهنا اي خاين منتصر خاين البلد دي ما بيشبهنا والله اذا ما جيش بالدوله والله والله اقوى من الجبان لكن انت جبان ها رجال خاتم جواب طماطيل ها تقتصروا في النساء والله كذاب لان نغيب العبد يا سفيان انا بقول لك ما تشبهنا والله شوف ما في عين اقول لك حاجه في الدار الله اكبر والله لو قال الكباش الله اكبر ولو قال الله اكبر ها مش تتمرط انا خليه يحاكموني لكن والله ما في مفاوضه اسمع انت واسمع امين ما في مفاوضه ما داير مفاوضه اي حبر على ورق من حبك اديناك 24 ساعه وحسيت هناك في الحقاي واسمع صغيره والله رجال والله رجال والله جبار اسمع مني اسمع من ناس رجال ما تجينا ما بتقول لي بني يقول داري سلم هوي ما تسلموا ثاني الجيش تاريخ انت ما في سلام بعد ما جريت بالحرباية وخشيت ابو المواطنين ها الشرفاء يا الله اكبر وهس كيف ارسل احنا ما بنخش عليكم هناك لكن بنزل هناك قدام بس قدام بس قدام بس الله اكبر الله اكبر ولا انا ما تعرف اي سوداني اي اسمعني اي اسمعني نعم نفهم نعم نفهم ما هناك البصل